تعرف على المنظمات الألمانية التي ستشملها المقاطعة المغربية الرسمية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. يلفت انتباه من اطلع على المراسلة الرسمية التي أبلغ عن طريقها وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة رئيسه في التشكيلة الحكومية سعد الدين العثماني قطع العلاقات مع التمثيلية الدبلوماسية لألمانيا، الدعوة إلى وقف جميع أشكال التواصل مع المنظمات الألمانية التي على علاقة بسفارة برلين في الرباط. وبحسب معطيات وفرتها مصادر، فإن التحركات الألمانية في المغرب تتركز بشكل أكبر على نشاط المنظمات، وأكبرهم منظمة فريدريتش إيبيرت وفريدريتش نومان اللتان تتحركان في المجال الإعلامي بالمغرب أكثر من غيره عبر إطلاق مجموعة من المبادرات وتنظيم دورات تدريبية. الموقع الرسمي للمؤسسة الإعلامية الألمانية دوتشي فيلي يقول في تعريفه: فريدريتش إيبيرت إنها مؤسسة غير ربحية تعمل على تشجيع ودعم الوعي الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، وتلتزم بالقيم الأساسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي كالحرية والعدالة والتضامن. تأسست سنة 1925 وهي من أقدم المؤسسات السياسية في ألمانيا، وهي من الإرث السياسي الذي خلفه فريدريتش إيبيرت أول رئيس ألماني منتخب، حضرها النازيون وأوقفوا أنشطتها عام 1933. أما فريدريتش نومان فهي تابعة للحزب الديمقراطي الحر، تسعى وفق تعريف الموقع ذاته إلى دعم الجيل الصاعد ماديا ومعنويا، وتقدم عروضا واسعة من الندوات وفرصا لمتابعة التعليم، وللمؤسسة أفرع في عدة دول عربية. أنشأها تيودور هويتس الذي شغل منصب أول رئيس لجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1958، وتهدف إلى تعزيز حرية الفرد والليبرالية، وتتبع مبادئ المفكر والسياسي الليبرالي فريدريتش نومان. والخطير في القضية هو اشتباه المغرب في تعرضه لمحاولة تجسس مصدرها ألمانيا، حيث علمت السلطات أن برلين كانت بصدد إرسال مخبرين لجمع معلومات حساسة وفق ما نشره موقع يا بلادي. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.